انا سميتي يحيى نكوى حماوي والدي سميتو رشيد حماوي مشى 2 أكتوبر 2021 مشى حتى عيط عليا من الجزائر قال لك برا راني في الجزائر غادي نمشي نحرق وقلت له شكون اللي صيفطك قال لك اودي مشيت مع فلان مع فلان ومن عطيت الفلوس قال لك عطيت الفلوس واحد الدري نعرفه هنايا راه نشاكي به مع تعذرك في المحكمه ومن ذاك التاريخ ما هضر منين قبضوا الفلوس هنا في المغرب هنا ما قبضوا ما هضر معايا ما بان لي ولدي تخيل من 2 أكتوبر 2021 عندك خطا ما جبتش خبر عليها دابا انت عارف باللي راه مقبوض في الجزائر لا ما نقول لك في الجزائر في سبيون لا خطفوه الدواء ما عرفتش فين راه كيفاش كتعيش انت انا واش نقول لك الحياه ديالك الحياه تاع جاحيم لا انا لا ولادي لا بناتي لا كل شيء جاحيم حتى العائله نتاعي راه معايا جاحيم احنا جاحيم عايشين جاحيم ما احنا شنو ناكل معقول عليه الخدمه ما خدمه انا بعدا اصلا لقيت هضر كاع كلي كنخدم هكا شي نهار ما نرتاحش ودوك راني هنايا معكم ما مرتاحش زعما صراحة نقولوها برا عاد كنمشي هكا شويه برا كنفوت شويه ما كنمشي للدار تما اللي نكمل تما اللي نلقى عاود الروينه اخرى هادشي اللي كاين اش كان يدير هو هنايا في المغرب كان خدام في القبس كان يقرا وكان خدام في القبس وعنده الدبلوم تاع ديسطا تاع سيدي معفى عنده هو النية ديالو ديك الساعة ملي مشى النية نتاع هو صحابو النية نتاع باغي يمشي لسبليون عنده شي صحابو كان يقراو معاه بقى رواح رواح راه مزيانه الدعوه راه تخدم به خير كذا شي غادي نعاونوك ندير لك شهاده السكنه تما تهز الاوراق نتاعك هذا هو المقصود نتاعو حقاش انا هضر قال هذا من الجزائر نهضر معاه مني قلت له انا ولي ابا قال لك لا باغي يعاونني بدعو الخير هذا الشيء اللي كاين